شنزان تقولي اسمينا ها؟ واحد شنزان تقولي اسمينا علاش هادشي كامل؟ صحافي ها؟ صحافي صحافي ولكن صحافي فهمني ما كان كنت في بكري لا ثاني فرق تقصد ها؟ ثاني ولا تقصد كاين حتى تقصد شي بارتي كاين لا لا أسأل الله أوقاتكم متابعين ومتابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. اليوم حنا كنتواجدوا من قلب سوق الحرية. كيف ما كتلاحظوا معنا تبارك الله الخضره موجوده الحمد لله، ولكن الشيء الجميل هو ان ارخص حاجه هي القزبر من هذا النوز. على حسب التصريحات ديال واحد السيد كيقول لك انه بالكرو بجد ريال القبطه. غادي نسمعوا مجموعه الحويجات معنا، كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجوا، لان كيستحقوا تبارطاجا. غادي من بعد غنتوجهوا لعند السيد الرئيس ديال هذا السوق الحريه اللي كنتواجدوا فيه الان. تبارك الله، شوفوا البصله جميع انواع الثومه مجموعه. صباح الخير السيد الرئيس. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. اجي هنا سيدي الله يخليك باش نشدو مزيان. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء مباركه رمضان مبارك سعيد. مبروك عواشركم ومبروك عواشرك شي تي في كامله. الله يطول عمرك وجميع المتابعين ان شاء الله يدخلهم بالخير والرزق وكل ما كيتمناو. يا ربي يا ربي. كي كتعجبنا في شو تي في كتقول الحقيقه وكتوصل الحقيقه بدقيقه. الحمد لله الحمد لله. وهذه قناه شو تي في هي قناه الشعب. اليوم بغينا نشوفوا الاثمنه، واليوم كنشوفوا ان السوق خاوي، كنشوفوا ان نظرا واش نهار اثنين ولا شنو؟ نظرا الى انتبهتي من ورايا اشنو كاين؟ حنا السوق هو في 200 حانوت. شنو مورايا اش داير لينا تمايا؟ داير لينا كراس ما تقدر باش يخوونا من هذا الملك، ما فهمنا والو حنايا. وهذا الملك عندنا من 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 1963 ملي مشاو النصارى خلاو لينا. وهادو باغيين يديو لينا، دايرين لينا هذه اللعبه هذه هنايا برا. شوف انت برا دايرين لنا الكراس باش يمكن لينا حنا نطجو. حنا النص فينا كاين اللي مسكين مرض مات. لا لا كاين اللي ما كاين اللي ما قدرش يقاوم، ومجلس البلدي ما بغى يدير معنا حتى شي حل. المجلس الاخر كان بغى يديه مره حبسنا. واخا غادي نهضروا، مازال نهضروا في هذا الموضوع. مازال نديروا عليه لقاء. واخا مازال عندنا لقاء اخر. دابا حنا بغينا نشوفوا اثمنه والناس اللي هي احنا دابا في رمضان. مناسبه قول لي علاش مناسبه؟ علاش؟ كان بكري الخدام ب 30000. قلب الميكرو بشويه بشويه، انا غادي نوصلها لك وغتفهميها انت. كاينه واخا. اجي سمح لي لالا، سمح لي. اييه سير. السلام عليكم لالا. مرحبا بك لالا. اللي ما عندوش اسيدي عنده عبد الله تبارك وتعالى. مطيشه دايره 300 دريال، طاطا دايره 300 دريال، اش غناكلوا اخويا؟ اش غناكلوا؟ وخصوصا ان احنا في شهر رمضان المبارك كنحتاجوا قرب منكم. اخويا ما عندناش، حنا ناس ضعاف، انا هجاله وعندي الكرا، عندي الماء، عندي الضوء. يلا. نعم لا. يا خويا الله يحسن العون، راه حنا ما لاقينا الماء حتى واحد ما لاقينا. هذه الرساله ديالك المسؤولين، كتقول لهم المسؤولين راه كاين. المسؤولين راهم معديين عليهم، كرفصن علينا بزاف. نعم راه الاثمنه طالعه شويه. الاثمنه طالعه. واخا شحال هذيك انت؟ الوصله دايره 360. نعم. الوصله دايره 360. نعم. واش الدرويش غياخذها؟ قرب الميكرو عفاك. نعم. واش الدرويش غياخذها؟ ما يقدرش. واش الدرويش غيدير الحريره؟ ما يديرهاش. اخويا الله يحسن العون. الله يحسن العون اخويا، الله يحسن العون. بارك الله فيك. شكرا اخويا. مرحبا لالا، هذا واجب. انت نسيتي شكرا لك. سي رئيس رجعنا كيف ما تبعتي معنا. احد المواطنات كيتكلموا كيقول لك الناس الضعفاء هما اللي مضرورين. انا نقول لك علاش. علاش؟ حنا عندنا المعلمين كيشدوا ثمنها لا بدرهم. نعم قرب من راسك. كان الموظف كيشد عيش 16000 ريال وكان عايش. دابا الموظف كيشد ثمنها لا بدرهم 7000 درهم. هذاك هو اللي تيغوت كيقول لك تقهرت، وكاينو اللي يزيدوه في المنظر ويزيدوه على خالته. واحد الحاجه قلتي، واحد الحاجه زوينه قلتي ان قبيله ان كاين الاثمنه مناسبه. مناسبه لمن؟ والناس دابا لاحظنا ان السيده دابا كتشوف هذيك ما موظفاش. الموظفين الثمن مناسب اليوم لانه ولاو كيربحوا فلوس بزايد الثمن. لان كان بكري الموظف مخير كيشد 3000 درهم، دابا الموظف اللي ما تيشدش 10000 درهم. ما مزياناش لي شحال كنت الخضره في السيمانه 3000 ريال 4000 ريال. عندهم مصاريف، عندهم مجموعه الحويجات. اه عندهم مصاريف، عندهم الفيلات والديور تيبنيهم على دارنا حنايا. ماشي ماشي اي موظف وما مقدمش الخدمه ديالو قانونيه. هو موظف وما مقدمش ديك الرساله اللي عنده. نعم انت اش غتقول لي انت؟ الموظف واكله بارده. ماشي اي موظف. كاين موظف موظف. نعم كاين موظف وكاين موظف، ماشي اي موظف. كلشي الموظفين واكلين بارده.
كاينه 900,000 ولا مليون ديال الموظفين واكلينها بارده و 39 خدامه عليهم. المهم اللي ما عندهمش هما ذوك 39 واخا نرجعوا انا وياك لواحد الفيلم اخر. واخا حنا انت انتخبنا على هاد السي الحمامه بدون ديك الاسماء. الله يخليك بدون ديك الاسماء. انتخبنا نجحة الاحرار. نعم بدون ديك الاسماء الله يخليك. ما غنذكروش السميات. هي لا واحد انتخبنا على الاحرار نجحوا كنسحبوهم شي حاجه غيديروا معنا هما رجال الاعمال. اخا مخطط الاخضر فين هو؟ والشي بالله عدا شي معاونه هنا في الغرب؟ واخا هذا الموضوع شكون اللي دار الاعانه ديال المخطط الاخضر؟ واخا بصفتك كرئيس هما اللي لامبالاج. نعم هما صعيدهم في مخيطه. واخا اسمح لي غادي نسولك واحد الحاجه. حنا دابا اليوم جايين على اثمنه من بعد مناسبه للموظف. واسمح لي خلينا نتكلموا اليوم. انا معك في اي كتقول غادي مازال ان مواضيع مازال اكيد طبعا كاين مجموعه اليوم احنا العنوان ديالنا اللي كينتر انتباه جميع المتابعين الافاضل. نعم جميع نعم اليوم نعم كنسمعوا ان قسموا مع دنوس بجدريه في الكرو. اييه حنا درنا ما كنتنكلش مطيشه. كو كنت نكل مطيشه كنقول قزبر بدرهم. فهمني كو كنت مرتب 60 نقول قزبر بدرهم. نعم قزبر سميتو دابا حاليا قزبر. قزبر عندك واخا صرا معدن بغات حتى شي واحد. علاش؟ لان الحريره ما دايرينهاش. مطيشه غاليه والحريره ما دايرينهاش. غادي يشري مطيشه ب 240 240 ديال الحريره؟ بزاف هذا بزاف. راه كاينه ازمه فلاحيه. ما مانيت ازمه فلاحيه. لا بغات حتى شي واحد اليوم في الصاب. والله ما بغا شي واحد اليوم. والله الا بغا شي واحد اليوم. اش كيديروا الناس؟ ماش كيديروا؟ كاينه ازمه فلاحيه. بصرف شحال دابا؟ شحال؟ هذه بالورك 7 دراهم 6 دراهم. غادي نشوفها معك اجي نشوفو. شحال دابا 7 دراهم 6 دراهم؟ هذه شحال نبيعها؟ نبيعها ولا لا؟ نبيع بزاف مرات. خمسة المرات. نعم. خمسة المرات. هل فلاح؟ هذا فلاح زرعها. هذا فلاح زرعها. جيت انا شريتها منه وقلت لي قابلها. وبقى مقابلها مدة عام وجاب بحال واحد اخر. اذا شحال ولا؟ اجي انا اللي بغيت نفهم واش دار الضريبة كاينة في المدينة؟ ما كاينش دار الضريبة في العرومية ملي كيشري انسان غلة ديال 500 مليون، 100 مليون هنا و100 مليون هنا، واش دار الضريبة ما كايناش؟ ما كاين مقدمية، ما كاينش شيوخ، ما كاينش دار 100 وصلوا الأخبار، راه كاين اللي مبعثر 10 المليار ديال لافوكا، ومبعثر شاري شي 100 مليار ديال البطاطا في العريش دابا، لا دار الضريبة ما كايناش فيني وأنا بخزن فين حقه؟ نورمالمون تتسرق البطاطا عاد نمشيو لعند الجدرمية نقول باش نديكم، انتو حضيهم، أجي المخزن سرق لي هذا، وخلص الضريبة. فعلا اذا غادي خلص الضريبه باش هاد المراه تعيش، باش هاد المراه يديروا لها تاهي منظر. لا هاد الرميد اللي غنطلعوه منين؟ راه خصنا نطلعوه من عند هذاك القوي. ولا القوي كيتدرك ما بين رجلين ديال الفلاحه، راه ما كاينش فلاح. راه الزرعه مسكين وبقى مقابلها بعيني حتى جاب بحال واحد اخر. لان الدواء غالي والمازوط غالي ولا الكري غالي. راه خص الضريبه تدخل العروبيه. راه كاين اللي شاري غله ب 500 مليون خصو يخلص عليها. واش المخزن ما كيدي حتى ريال؟ حاضينا حنا عطوني 3000 تاع الضريبه. حاضرين حنايا حنايا حاضرين حنا حاسبنا حنا في قبل المدينه. نرجعوا واخا سي رئيس السكان الاسم ديالك بعدا. حبيبتي محمد. سي محمد طلعت كم داون دابا يا كم داون طلعتي. لا ولكن لا نتفق معك نشوف مازال غادي معك مواضيع مازال ان شاء الله. لا خاصو انا كنطلب من المخزن يدير حل ويرد ان شاء الله. هذه رساله للمسؤولين كنوصلوها مزيان سي رئيس. نوصلوا لها على حقنا. اكيد طبعا غادي تشوف معنا. شوف بغيتك تشوف معنا الاثمنه يا سي رئيس. الاثمنه شنو بغيتي؟ غادي نشوف كل شيء حتى المواطن يعرف شنو كاين. اذا كيف ما كتابعوا تبارك الله يا سي. هذا داير خيزو 5 دراهم. خيزو 5 دراهم. شحال مصطفى القرعه دايره؟ دايره 7 دراهم. 7 دراهم القرعه. هكا سي. مطيشه دايره كاينه ب 10 دراهم. ياسر مازال شي يا سي. كاينه مطيشه كاينه ب 10 دراهم وكاينه ب 12. اها هذه الغرب هذه. ماركت. اها. وحده كيبيعوها ب 30 فرانك تما وحده كيبيعوها ب 26 27 فرانك الصندوق. ما كيديروا لها هنا لا من والو والو. لا من على ما انت كيبيع بها الشيفلور ويبيع بها الفلفله ويبيع بها الدنجال. تخلي طر دايره 9 دراهم. تسخر لهم بحال تسخر لهم. لا هذا الشهر حنا دايرينهم سبيل الله. راه مقصرين هنايا ما كاين لا بيع وشري لا والو انت كتشوف. راه مقصرين. شوف هذه راه دايره 14 15 درهم جمله. جمله. هاني دابا نبيعوها 10 البيع حقا فكرتيني في البصله هادي. اها عرفتي هاد البصله هادي؟ لو كان كانت دوله ما تخرجش حبوبه من الحاجب وما هزوها كامله الدول الافريقيه دابا ولو خلوه بنادم كيتنات. فين كان المخزن؟ فين هو المخزن؟ فين هي الجمارك؟ فين هو الدوله؟ ملي كيخرج 10 كاملات 5 تحبسها. علاش خليتيها مشات كامله لموريطانيا؟ حنا موريطانيا اش بينا وبينا؟ مازال مازال ما ندخلش في السياسه الله يخليك. لا لا مازال مازال حوايج كاين. انا عارفك دابا طلع لك رمضان. واخا نكملوا نكملوا واخا يتقبل. الخيار بشحال ديال اسيدي؟ الخيار بشحال؟ الخيار داير 8 دراهم جمله. 8 دراهم جمله. حيت يبيعوهم مع الدنجال والفلفله.
كيقول لك التخليطه الاولى والتخليطه الثانيه. نعم. راه ولات الظاهره هذه. نعم. بحال القزبر ما يبيعوش لك بوحدو، تيبيع لك مع المعدنوس. هادي واخا حنا نمشيو عند المول القزبر وغادي نتكلموا معاه. اش عندنا؟ واخا حرير تبكير هذاك. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. رمضان مبارك سعيد. مازال ما فرحش بك، مازال ما فرحش بك. كلشي المتابعين كيضحكوا. اذا كنتمنى انكم تبارطاجيو، انك صح تبارطاجا. مازال سمع مداجي، سمع مازال مازال باغيينك، مازال غادي نتكلموا معك. مازال معك. قول لي يا استاذ، شحال عطينا الاثمنه اللي عندك، وسمعنا بان بصح قصور ما عندناش بجدريال بالدروس. اليوم كيفاش؟ دابا انا أكد منا أنا صبر حاليا دابا مطش غالية بزاف. الربيع ما بغاتش شي واحد، صبر ما بغاتش شي واحد. والكرابز باش يخدموا راه هادو هما اللي كيخدموا. غيشري مطيشة ب 10 دراهم ولا 240 وغيديرها في الحريرة بزاف عليه. والله ما الربيع خطاح بزاف، الربيع ولا بجدرية كراس ما بغاتش شي واحد اليوم. خص اليوم اليوم الاثنين. اليوم تنقول لك الفلا كري سلعة لا الكرابز ولا الربيع حاشاك ما بغاتش شي واحد. والو 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 انا مهم في الحيره كنعرفوا انك راه شكون داير الحريره؟ شكون صاحب الحريره؟ شكون هي السايبه؟ ماتش دايره 240 260 شكون داير الحريره؟ واخا نشوفوا البربر. نعم لا هذا شكون صور الغالي واخا الحجري بالنسبه للحجري. لا لا عادي 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 لا تغتري والو. ماتش غالي كنصوروا حداها، جبانه كنصوروا حداها، الحريره ما كنديروهاش. ما بقاش كدير الحريره. لا لا اسمع دابا هذه هذه مهمه، هذه نقطه مهمه. اذا كتابعوا معنا متابعين، هذه السيده كتقول لك انا ما بقاش كندير الحريره على ودي. ما كنديرها. ما كديرهاش وكتحلف بالله. الغلا. لا اسمعني خليني نسمع الصوت ديالها. فلافل وما هكا دري صافي عطيني. اذا كيف ما كتابعوا معنا، السيده كتقول لك انا ما بقاش كندير الحريره لان ما كاينش. هاد المارشي هاد القف غادي لك كدور هاد الدور وترجع مسكينه خاويه. هي خاويه هاد هاد صورها هاد هاد يلاه شوف واش نديرو فيها الربيع. واخده الربيع وشنو غدير؟ الخضرة غالية تطرى 240 اليوم. انا غادا تحلي مدار خويا خد بالك. مسكينة الله يحسن العون. الله يكون في عون الله وان شاء الله نكون لك بالخير لله وان شاء الله يربي. واخا صافي داكشي واخا نكملوا. اسمك هو؟ ادريس. ادريس نكملوا معك. مازال المتابعين الافضل خليكم معنا، شدوا السماطي ومازال غادي نشوفوا مع السي محمد، مازال بزاف حوايج. السي ادريس هو قول لنا، بغينا نسمعوا القضية ديال ان القصبة ما عندنوش اللي هو هذا الربيع اشتريها. القصبة ما عندنوش حاليا. اليوم ما تباعش اليوم في الكري سوق الجملة لا هو لا كرافس. ديال قنيطرة. انا دخلت اليوم الجملة نتقدا دخلت معطل اصلا نيت. باش نتقدا الربيع مساكن اللي يشوفوا مالي الربيع عاد يشوفوا شي اللي يشوف شي. لا ملي حاجه اليوم هكا بحال هكا بالدارجه هذه. بالنسبه للكرافس والربيع وداكشي ما بغاتش شي واحد. بالنسبه للباربا وداكشي خير موجود، والخص هو يا اما الخرشف اما الخرشف باللحم غالي. الانسان يشري اللحم 1800 الكيلو ويدير الخرشف ما يمكنش. ثم حتى هو حتى هو نزيدو على الخرشف. شحال هو؟ الخرشف حتى الخرشف حتى هو نزيدو على الخرشف بعد نص ساعه. شحال ولا؟ الخرشف كان 60 ريال اليوم تبيع 30 ريال درهم، وكاينش اللي يشريه اصلا. بزاف الحوايج. نعم بزاف الحوايج بزاف. علاش الاثمنه الاخرى غاليه؟ بالنسبه للحم غالي، مطيشه غاليه، بطاطس صبحت اليوم 12 درهم ولا ما عرفتش شحال. الله اعلم شنو غادي نقول لك. الله اعلم. اك خويا اسمح لي. مرحبا. نعم والمواطن ما عنده فلوس. كاين اللي عطي لمرتو 1000 ريال و 800 ريال، اش غدير بها؟ غدير بها حريره، غدير بها سحور، غتجيب بها دجاج، غتجيب بها. ما كاينش. راه الناس كتموت. الله يحسن العوان. الناس راه اللي جيتي تشوف راه 70% ولا 80% كل 5% اللي عايشه معيشه واقفه. 95% الناس اللي عندها الفلوس راهم عايشين. والناس دراو تسكر. انت كي جاتك الحاله بهضر عندنا الشريفه الحمراء علينا. السلام عليكم. لا تدري. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان مبارك. لا الله يبارك فيك اسيدي. هذه شوفتي بيدي. نعم لا حلال لا تدري خويا حلال لا تدري. وبلي عندو بليدي. دابا نعطيو ناخذوا مثال ديال هذه المراه. كيف الخافه؟ هي كدور تدعيا وغتقول لك خاويه. نفس المشكل غناخذ الكروسه. هما ولفوا الكروسه. ولفنا على حساب الثقل. على حسب الثقل. وبينا هو الثقل وحنا لقينا الثقل. راه الناس اخويا راه وصلت بها لواحد الدرجه لا تدري. راه الله يدير شي تاول ديال الخير. اللهم امين. يعني هاد الناس خاصهم يرحموا هاد الحكومه خاصها ترحم هاد الناس. لان حنا كنا كنتمناو ان ذاك الوزير قال لنا راه غادي ترخص شويه الخضره في رمضان غترجع الامور كما كانت. حنا كنتفاجئوا دابا راها ولات اكثر من اللي كانت. 100 درهم كنخرجوها راه ما كنردوا فيها حتى حاجه. وبالنسبه للي مسكين الناس راه ما خداماش ما عندهاش. الناس راه كتبكي. نعم تيليفون خير ماشي مشكل. خليها لا حبيتي تسمعي الصوت. حبيتي هي الصوت.
نعم. إذا كيف ما كتابعوا أحد الزبناء ديال هذا السوق ديال السوق الحرية بمدينة بوينتر، كيف ما كتابعوا معنا هاد السيدة اللي كتكلم وكتقول لك أن الأسعار نعم لا تفضلي كملي. حنا كنطالبوا من هاد الناس من هاد الحكومة، شوفوا بحال هاد الناس. واخا سيدنا نطالبوا من سيدنا يدخل لحل هاد المشكلة، حل هاد الناس. سيدنا يدخل عاجلا، يدخل راه الناس بساكن كتبكي، راه الناس راها ما لاقية لا ما تاكل ولا ما تشرب ولا تشرب. الناس راه ما لاقياش اخويا، الناس راه ما لاقياش. باش كدوزي النهار ديالك لا؟ باش كندوزو في العذاب. هذا كتخرجي باش تجيبي شي حاجه اللي هي كنا كنجيبو جوج كيلو كنجيبو دابا نص كيلو اللي غناكلوه اليوم وعاوتاني غدا كنقولوه في رجلنا. يعني راه هذا الشيء هو اللي كاين، ومشي عندي انا كنهضر على جميع المغاربه، خوتي المغاربه كنهضر انا مضروره، وكنهضر على كل من هو مضروره. بغيت نسولك، حنا كنا في كورونا وكان واحد الاثمنه كانت ماشي بحال هذه الاثمنه ديال هذا العام. وكانت كورونا والحمد لله ربي على كورونا، كانت الخير في كورونا، كانوا الناس المحسنين كيعطفوا مع خوتهم المسلمين، كانت المحنه شي كيحنا على شي، كان شي كيحسوا بالظروف ديال الانسان اللي ما عندوش. دابا ما كايناش كورونا وكاينه ازمه خياليه. دابا انا جيت اش غادا ندي؟ اش غادا ندي؟ الربيع البار اش غادا ندي؟ قولي اش غادي؟ يلا قولي اش غادا ندي؟ انا غادا ندي اللي قسم الله. واللي ما عندوش مسكين، الراجل كيمشي للموقف كيصور 100 درهم. هادي اللي لقاها، إلا ما لقاهاش مسكين واش غيرجع لوليداتو؟ واش غيعطيهم؟ أبار لا كاري مسكين الموظف. الله يدير شي تاوى ديال الخير. اللهم آمين. الله يفرجها علينا وعلى جميع المسلمين، أنا كنهضر على خوتي المغاربة كاملين، ماشي على راسي. أنا مضرورة وكنهضر على كل من هو مضرور، حيت أنا مرة وكنخرج وعندي صحاباتي عندي الناس عندي كلشي كنعرف أنني مضرورة والناس كلهم مضرورين. الله يدير شي تاوى ديال الخير. اللهم آمين. ومبارك عواشركم الله يبارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ويدير الشفاء لصاحب الجلالة، هو يشوف نحنا ويحل هذه الأمة، هو الوحيد اللي غادي يعطف على هذه الأمة. هو اللي كيحس بصوت المغرب من كيوصل، هو اللي كيدخل، هو اللي كيدخل من غيره. الله يخلينا. لا اله الا الله محمد يا رسول الله. الله يلا. شكرا لك. شكرا عليك. لا اذا دائما متابعين كيف ما كتبوا معنا. بغيت انت كريمه. مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا رمضان الكريم. الله يبارك فيك سيدي. الله يخليك من خلال هذه الكلمه اللي غادي نقول. نعم سيدي. احد المواطنين سمح لي غير نقاطعك، احد المواطنين سي عبد الله كيقول لنا بشحال البطاطا. سي مصطفى بشحال البطاطا؟ الله يخليك. واحد المواطن كيسول المتابع 240. اذا كيف ما كتابع معنا سي عبد الله فالبطاطا راه كدير 12 درهم. حنا الان بمدينه قويطره. نعم. هاد الناس المسؤولين راه كيقلبوا على شي حاجه اللي لا تحمد عقباها، راه ما متوقعينش بان اش غيوقع، اش نردوا ديال الفعل. نعم. ديما تيبرعوا، ديما تيبرعوا، ها كورونا، ها الجفاف، ها الفيضان، يعني ديما كاين اثير زعما كل شيء راه وصل، يعني وصل لواحد وصلني رسالتك وصلت. نعم شكرا لك. سي دابا غادي نكمل معايا انا. مازال نكمل معايا ديال العروبيه. لا دابا حنا ديال الخضره في العروبيه. ها؟ غادي نكمل معايا الخضره في العروبيه. الخضره في العروبيه، واخا انت واخا الخضره في العروبيه مالها؟ الخضره في العروبيه كيفاش الفلاح؟ الفلاح راه كيزرعها غير كتنوض تنبت تورد كيجي الشاري كيشريها. اه زيد اخويا زيد كيجي الشاري كيشريها. هذاك اللي تيشري وصل 400 درهم. نعم وصل 400 درهم. كمل كمل. كيجي الشاري كيشريها. نعم كيجي الشاري كيشريها. كيجي الشاري كيشري ديك الغله من عند الفلاح. هذاك اللي شراها كيصبر شهر كيبيعها لواحد اخر، كيصبر شهر كيبيعها لواحد اخر، تتولي نبيعو اربع المرات خمسه ياك. وهاكو كيطلع الثمن. وبلاتي وعاد داك اللي تيشريها عاد كيبيعها لهذاك اللي غيجيبها للمارشي ديال القنيطره. اذا هاد السلعه راه كل واحد دابا 10 درهم شحال ولات؟ نعم شحال ولات؟ كل واحد دابا 10 شحال ولات؟ ربع الناس ب 40 ريال. اذا هنا شحال شاريه هو في الارض؟ نعم. ب 40 اخرى راه هي اللي واقعه في البصله. علاش دار الضريبه حاضينه حنا في المدينه؟ علاش ما تخرجش للعروبيه؟ البصره راه دايره 12 مليون لقطار في العروبيه دابا بدكاله وبني ملال. وفين هي فين هي الدوله؟ الدوله كدوله كمؤسسه كوزاره كهذه ديال الماليه راه عندها جدرميه، عندها مقدمين، عندها رجال السلطه. هذا دابا 100 مليون الغله 100 مليون خص يخلص الواجبات ديال الدوله.
ماشي تا يحفظ عليها واحد ومشي يدعيه وقالوا حنا مخدمين مع الجدرميه ومقدميه وكل هذاك مول الفلوس اللي غادي يشري من العروبيه خصو يخلص الضريبه ديال المخزن، واجبة المخزن خصو يخلصها، ماشي يبقى ديك مضرك بكلمة فلاح، فلاح راه ما بقاش فلاح، دابا لافوكا راه مبيوها كاملة، كلشي يبيع لافوكا في الغرب، البطاطا كلها تباعت، راه كاين اللي شاري جوج المليار ثلاثة منين يجيب الفلوس الله يعلم، واش عندهم شي مطبعة كيصاوبوها الله يعلم، العروبي كيعطيو ديك المليون جوج يقول لي بقى حساس، وفي خبارك العرض ولا حساس فيها. حنا راه ضايعين لاننا شدينا هذاك هذاك خينا هذاك المستط هذاك اللي بيع شراي شاري مليار وخدا خدات منا الدوله واحد 200 مليون راه غتخلص تخلص 50 واحد تخلص لها 1000 درهم في الشهر. المهم حنا نبقاو على كيس مشاو على كيس اخويا والجواري راه قهرناه هاك الله يعاونكم. شكرا. اذا كيف ما تابعتوا معنا متابعي الافاضل متابعي قناه شفت في قناه الشعب اليوم كنتواجدوا في سوق الحريه بمدينه قنيطره، هذا هو الاسمنا وسمعنا مجموعه الحويجات من عند الناس اللي كيتقداو والناس اللي كيبيعوا. اذا ما بقى الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله، نتمنى ان في الايام المقبله ان طيح الاثمنه باذن الله. كنتمنى انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. يوم سعيد للجميع ان شاء الله.